يشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل صدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا الحب. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا الحب. مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم. مفيش شك ابدا ان التعليم الفني قضيه مهمه جدا، والحقيقه بقى انها بتعتبر من ابرز واهم القضايا على مستوى العالم باكمله، وده لان اتجاه معظم الدول للتنافس فيما بينهم للاستحواذ على عجله الاقتصاد العالمي، وده طبعا بيحتاج لايدي عامله عندها مهاره وعندها دقه في نفس الوقت. والحقيقة بقى أن المدارس الفنية هي المورد الرئيسي للأيدي العاملة المدربة، ومع الضرورات الحتمية اللي بيفرضها التحديات العالمية الحالية، ده كمان بالإضافة لمجتمع المعرفة اللي بيطرح أشكال جديدة للعمل وبيحتاج بطبيعة الحال لتخصصات غير نمطية ولا يوفرها أبداً التعليم العالي، أصبح هناك احتياج متزايد للأيدي العاملة المدربة. والسؤال هو يا ترى الدولة بتشجع لدخول هذه المدارس، وكم نحتاج لكي نوفر الاحتياج المصري من الأيدي العاملة المدربة؟ تعالوا كده نشوف صدى المدارس الفنية في مصر إيه، وهل الأهالي بالفعل متشجعة للفكرة ولا لسه محتاجين إقناع؟ تعالوا نشوف. دلوقتي التعليم الفني بياخد كمان من مجاميع عالية وبينطقوا كمان عشان سوق العمل، فطبعا دي حاجه كويسه. انا لما الاقي ابني هيدخل معهد ولا مدرسه فنيه ولا كليه فنيه ومعمول حسابه في مصانع تكنولوجيه وحديثه، لما كل الناس هيتنافسوا على كده. وانا حسيت ان هو في تطور حاليا، اللي هم بيخشوا ثانويه فنيه وبيكونوا شاطرين وكده بيخشوا كليات. كان زمان الموضوع ده ما كانش موجود، كان خلاص كده بياخد دبلوم يعني ايه مؤهل متوسط وخلاص. بس لا، حاليا الواحد اللي بيتشطر ويجيب مجموع كبير فبيخش. دي حاجة بالنسبة للتعليم الفني حاجة ممتازة طبعا، بتدينا ثقة في التعليم بكرة وبعده، ادت لباقي الشعب وباقي المجال بالنسبة للناس وبالنسبة للمجتمع. من الواحد دلوقتي سواء أقسام بالنسبة للميكانيكا، بالنسبة للبناء، بالنسبة للبياض، فدي كل في حد ذاتها تعليم فني أجمل من هو خلى الصناعية والناس كلها تعلمت كذا حاجة. يعني أنا كان عن ابني أنا أتمنى طبعا إن هو يبقى معاه مهنة أو معاه صنعة أو حاجة، مش إن هو يبقى معاه شهادة أكاديمية بكالوريوس أو ليسانس. التعليم الفني أنا شايفة هو أفضل مستقبل يعني الفترة اللي جاية، خصوصا إن في مدارس كتير بتتفتح الفترة الجاية ديت خاصة بالتعليم الفني. التعليم الفني بينمي المهارات عند الطالب أو التلميذ المتخرج من الإعدادي، لو دخل دبلوم هيلاقي نفسه ابتدى دماغه تتنشط، لان مش شرط يبقى تعليم بس، ممكن يعلمه صنعه كمان يفتح بها مشروع يفيده. بالمناسبه واضح جدا من كلام الناس ان طبعا بقى في وعي باهميه المدارس الفنيه، لانها بتخرج على طول ايد عامله بتشتغل في الحال. لكن السؤال هو احنا عندنا كام مدرسه فنيه موجوده في مصر؟ الحقيقه ان السنه اللي فاتت كان في ناس كتير قوي من اتخرجت من الشهاده الاعداديه بتدور على مدارس فنيه موجوده داخل القاهره، لان العدد قليل جدا وما بقوش عارفين يروحوا فين، لازم يعني يمشوا مسافات طويله جدا ويركبوا مواصلات، وده طبعا بيبقى صعب جدا بالنسبه للتنقل في هذا السن. فاعتقد ان احنا محتاجين لزياده اعداد المدارس الفنيه ما دام هناك وعي باهميتها، وما دام هناك وعي بان فعلا الناس عايزه تدخلها، فليه لا ما نزود بقى دم يعني محتاجين طبعا لايدي عامله ماهره، وبدل ما يجي لنا استثمار خارجي مع الايد العامله المدربه بتاعته، لا احنا يبقى عندنا الايد العامله، لان ده بيزود فرص الاستثمار الخارجي انها تيجي، وبيبقى عندها الحقيقه تشجيع وتحفيز انها تيجي مصر، ويبقى عندها القناعه ان احنا عندنا الحمد لله الايد العامله المدربه والماهره في نفس الوقت. كمان من ضمن الموضوعات المهمه الحقيقه النهارده بيمر 100 يوم على بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، وكل يوم
بترتفع الفاتورة الاقتصادية نتيجة هذه الأزمة. ويا ترى مين اللي هيحاسب على الفاتورة دي؟ الحقيقة تحديات عديدة بتواجه دول العالم بأكمله، ومنها مصر، لأن طبعا مصر جزء من العالم. والحقيقة بقى إن الدولة وضعت على عاتقها المصارحة والمكاشفة والوضوح، وده طبعا تمثل في عقد مؤتمرات دورية اقتصادية، تمثل في المؤتمر العالمي الدولي اللي عقده رئيس الوزراء، وتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا انه بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افطار الأسرة المصرية هيكون في عدد متوالي من هذه المؤتمرات بصورة دورية. هو قال سيادة الرئيس ان يكون هذه طبعا المؤتمرات بصورة دورية، فدكتور مدبولي قال ان هو تقريبا هيكون كل 3 شهور وهيكون في تقرير كل اسبوع. ده نوع من المصارحة. ليه؟ لأن المستثمر الخارجي لما بيجي مصر، مصر طبعاً سوق كبير وواعد، فأول حاجة بيدور فيها مكتوب إيه عن الاقتصاد المصري، بيتقال إيه، فيبعت بعد كده ناس أو هو يجي بنفسه عشان يشوف. وده حصل على فكرة من فترة قليلة جداً، الناس بقت بتيجي مستثمرين عشان يشوفوا إيه اللي موجود داخل السوق المصري، يتشجع إزاي، يدخل إزاي، هل في مشاكل. لكن لما بيبقى في مصارحة، إحنا عندنا مشاكل وبتتحل بهذه الطريقة، فيبدأ هو يتشجع ويدخل. وده مهم جدا، المصارحة والمكاشفة. واحنا طبعا في عالم ما فيش اي حاجة فيه بتستخبى، فعشان كده اهمية عقد يعني صورة دورية لهذه المؤتمرات للمصارحة والمكاشفة. احنا عندنا مشاكل كذا واحنا حاطين اطر الحل بهذه الطريقة. النهاردة بقى بعد مرور 100 يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية، يا ترى ايه هو السيناريو المتوقع وهي اطر الحل؟ ده سؤال بطرحه على أستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. استاذ محمد، يعني النهارده طبعا بيمر 100 يوم على الازمه الروسيه الاوكرانيه، ما حدش عارف امتى هتنتهي. يا ترى ايه هو السيناريو المتوقع من وجهه نظرك وايه هي اطر الحل؟ لو حضرتك تقصدي السيناريو الوضع الاقتصادي العالمي، الاقتصاد العالمي، بالظبط، مش الاقتصاد المحلي. لا، الوضع الاقتصادي، احنا جزء من العالم، والمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي يهمه هو يعرف احنا مصيرنا ايه كمصر. طبعا ده يعني ده هنتقل ليه في كلامي، لكن كبدايه انه هو العالم رايح على فين؟ هل احنا الترجيحات رايحه لسيناريو متفائل ولا سيناريو متشائم؟ فطبعا ما نقدرش نكذب على ان هو او نجمل الحقيقه، هو سيناريو متشائم طبعا. الظروف النهارده يعني عندنا اكثر من 6000 عقوبه اقتصاديه فرضها الغرب على روسيا، عندنا الحرب ما زالت قائمه، ما زال العناد متبادل ما بين الكفتين او الطرفين، عندنا كمان مشاكل مع الصين كمان الفتره الاخيره في ناحيه تايوان وناحيه بحر الصين الجنوبي. شفنا مؤخرا يعني حالات تحرش، حالات مضايقات، طيارات صينيه بتخترق الاجواء التايوانيه، كندا بتطلع بيانات تشجب فيها التصرفات الصينيه في بحر الصين الجنوبي وفي اسيا. شفنا وزير الخارجيه الصيني في بيزور مناطق واقعه في هاواي، في جزر سليمان، في جزر المارشال، في مناطق قريبه من النفوذ الامريكي، قريبه من دول تابعه للمعسكر الغربي زي اليابان واستراليا وكوريا الجنوبيه وتايوان. طيب الظروف النهارده بتقول انه الوضع مش بس ثابت عند عما كان عليه في اليوم الاول، بما اننا وصلنا لليوم ال100، هو مش بس واقف عند نفس النقطه، لا هو رايح للاسوء. النهارده احنا في اليوم ال100 عند وضع اسوء بكثير. هل احنا في اليوم ال100 بنقرب من نهايه هذا الكابوس؟ لا، احنا في اليوم ال100 ما زلنا في بدايه هذا الكابوس، في بدايه هذه. طب استاذ محمد، هل الرؤيه ضبابيه ولا بدانا نضع اطر للحل؟ لا اطلاقا، ما زالت ضبابيه، والضبابيه بتزداد كل فتره. يعني شوفي حضرتك التقارير، في تقارير اساسيه لازم اي متخذ قرار يبص عليها، في مؤسسات معينه ما ينفعش ان احنا واحنا بنقيم، سواء متخذ القرار، صانع القرار، مؤسسات السياسه، الحكومه، في اي حكومه في العالم او الاعلام حتى، ان هو يتغافل عنها. مثلا حضرتك تبص على بنك استثمار، بنك من اهم البنوك في العالم زي مثلا جولدمان ساكس أو, او 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 بنك اوف امريكا. البنوك دي النهارده الاسبوع ده بالذات اللي احنا بنتكلم فيه اخر يومين، قالوا كلام صعب جدا جدا ومقلق عن ان هم توقعاتهم وتقديراتهم للفتره اللي جايه سوداويه جدا، وان هم مش قادرين ان هم يعني يحطوا اي توقعات او سيناريوهات هو ايه اللي هيحصل. فده بيقول لنا ان الرؤيه ضبابيه، ما زالت ضبابيه، واحنا بعد مرور 3 شهور واكثر ما زالت الرؤيه ضبابيه، واكثر ضبابيه عما كانت عليه قبل كده. المشكله الثانيه ان احنا مش احنا الاقتصاد العالمي مش بيعاني فقط من الحرب الاوكرانيه، لا، موضوع اعمق من كده بكتير واكبر من كده بكتير. العالم اصلا كان عنده ازمه اقتصاديه من قبل الحرب،
من قبل الحرب واحنا بسنه ونص واحنا عندنا ازمات كثيره جدا لم تحدث ان هي قبل تحدث كلها في وقت واحد، ما حصلش قبل كده ابدا حجم الصدمات ده يحصل كله في وقت واحد متزامن. الحرب الاوكرانيه مش هي المشكله الوحيده، ومش هي اللي مش هي سبب الحريقه، هي مجرد زيت اتصب على الحريقه، لكن الحريقه اصلا كانت موجوده، الازمه الاقتصاديه العالميه كانت موجوده. النهارده الفدرالي الامريكي لما بيتكلم عن التضخم، التضخم كان موجود من قبل كده فعلا، فاحنا بنتكلم في التضخم ده اظن من شهر ابريل 2000. بس ده ما يشبهش اي ازمه كانت موجوده عالميا لا. قبل كده ده اكتر من اي ازمه، لا ليس له اي علاقه باي ازمه سابقه ولا يقرب من اي حق، يعني هي الازمه الاصعب على الاطلاق. لم يشهد الاقتصاد العالمي حدث ازمه بهذا الحجم. وبعدين يعني حضرتك حددت لنا كده مجموعه من المشاكل، خلاص انا جالي احباط، لا لازم يعني شويه حل. ما هو ممكن نقول كلام حلو، لا لا يعني هل هذه الازمات ملهاش حل؟ يعني ما ينفعش نحط اي اطر، يعني مثلا دلوقتي رفع اسعار الفائده في البنوك ده بيعرقل الاستثمار والشركات الناشئه، مفيش بديل، مفيش اي بدائل لما يحدث. خليني اقول لحضرتك حلول، لكن هي حلول هي نظريا هي فعلا هي دي الطريق ان احنا نخرج من الازمه. هل ممكن تتطبق؟ ده صعب جدا او ده محل شك. ايه الحلول دي؟ دلوقتي لما حضرتك تبص يا استاذ رامي عن هو ايه سبب الازمه اللي احنا فيها؟ والازمه اللي احنا فيها دي بتيجي منين؟ هتلاقي ان جزء من الازمه ده موجود في الصين، جزء من الازمه موجود في روسيا، جزء من الازمه موجود في اوكرانيا، موجود في امريكا، موجود في اوروبا. كل طرف من الاطراف دي عنده جزء من الحل، لان هو جزء من المشكله. زي برضه دول الشرق الاوسط، دول الخليج العربي والنفط عندهم جزء من الحل، مصر عندها جزء من الحل بالغاز اللي عندها بقناه السويس. بس هنا السؤال، عشان نقدر ان احنا نفكك الازمه العالميه دي لازم كل العالم، كل الحكومات العالم كلها تنسق، يبقى في تنسيق مشترك ما بين الولايات المتحده وبين الصين وبين روسيا واوروبا وبين اوكرانيا وتايوان بين اليابان وكوريا الجنوبيه وبين الشرق الاوسط، بين كل منتج النفط، منتج الرقائق الالكترونيه، منتج القمح والحبوب. كل اللحظه اللي احنا فيها دي هي اللحظه الاكثر احتياجا لتضافر الجهد العالمي، هو ده الحل. هل ده ممكن تطبيقه؟ لا. فزي ما بقول لحضرتك، حضرتك تابعي كل اوراق السياسات وكل التوصيات اللي بتتقال من اكبر المؤسسات العالميه واهم الاستشاريين واهم المؤسسات المعنيه بهذا الامر اللي بتقول حلول، هي بتقول انه في حلول على الورق، في حلول ممكنه. هل ممكن تطبيقها؟ ده الاوروبيين نفسهم مش قادرين يجتمعوا على حل. الاوروبيين اللي هم اصلا في تجانس ما بينهم وعملوا وحده وعملوا اتحاد وعملوا عمله موحده، مش قادرين يتجانسوا، مش قادرين يتوحدوا خلف قرار واحد في الحرب الاوكرانيه، وكل قرار بياخدوه بيختلفوا عليه. فهل حضرتك تتخيلي ان ممكن الصين تقعد على مائده واحده مع الامريكيين، او انه مثلا انه الروس يقعدوا مع الاوروبيين يتكلموا في مشكله الغاز، ان هي ازاي نحل مشكله اسعار الغاز، او نحل مشكله النفط، او نحل ازاي نفرج عن الحبوب اللي المحاصره في موانئ اوكرانيا، او المحاصره في البحر الاسود اللي هي سبب من جزء ازمه الغذاء العالمي النهارده، ازاي نوصل الحبوب دي لدول القاره الافريقيه. طب سؤال ثاني، ازاي نقنع الفدرالي الامريكي ان هو يتوقف عن رفع سعر الفايده، لان ده بيدمر اقتصاديات وبياخد الهوت ماني. يعني بيدمر اقتصاديات، لا ليس لها من دون الله كاشفه. ان شاء الله يعني نتمنى في الفتره القادمه ان شاء الله ان نجد حلول. يعني اعتقد والله يكون في عون بقى يعني متخذي القرار، لان هم طبعا اللي بايدهم وضع هذه الحلول. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي على هذه الاطروحات. وزي ما قلت لحضراتكم النهارده بيمر 100 يوم على الازمه الروسيه العالميه، مع وجود فاتوره اقتصاديه عاليه جدا وباهظه الثمن، وللاسف محدش عارف مين هيحاسب على هذه الفاتوره. بكرة 5 يونيو، بكرة بيحتفل العالم بأكمله بيوم البيئة العالمي. شعار الاحتفال هذا العام هو نحن لا نملك سوى أرض واحدة، دعونا نعتني بها. حد حاسس قد إيه أهمية هذه الأرض وإن إحنا بندمرها بإيدينا؟ في الإطار ده في استعداد عالمي لاستبدال وسائل النقل المنوثة للبيئة بأخرى نظيفة وكمان صديقة للبيئة.
مصر عندها دلوقتي عدد كبير جدا من محطات الشحن الكهربائي، دي البنية التحتية للسيارات الكهربائية. عندنا دلوقتي أكتر من 65 محطة شحن كهرباء، وهتوصل إن شاء الله مع نهاية هذا العام وقبل كده كمان إلى 95. ده غير اللي بيحصل بقى في شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ، لأن المستهدف إن كل السيارات في شرم الشيخ وكمان الأوتوبيسات ووسائل النقل كلها هتكون كهربائية إن شاء الله خلال مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر. كمان وزارة الكهرباء حددت التعريفة الخاصة بالشحن الكهربائي، وده ما كانش موجود قبل كده. وزارة الداخلية قامت كمان بتسهيل إجراءات التراخيص وحل كل العراقيل اللي كانت موجودة قبل كده. كان ترخيص السيارة الكهربائية على فكرة بيتم شهر بشهر، دلوقتي بقى 3 سنين، زيه زي السيارة التانية وعلى فكرة أرخص. الحقيقة بقى أن السيارة الكهربائية مش بس نظيفة للبيئة، دي كمان وسيلة نقل مرفهة جداً. يعني لو حضرتك عايز تتأكد ممكن تتابع وسائل التواصل الاجتماعي، شوف كده اللي بيجرب رأيه ايه وبيكون مبسوط قد ايه. تعالوا دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر. معانا المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات معانا عبر سكايب. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. خليني أبدأ بكلام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا عندما كان في مؤتمر شرم الشيخ، قال أن في سعي من جانب الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات النظيفة وكمان السيارات الكهربائية من خلال جهاز أو وحدة هتكون مخصوص لهذه الصناعة، صندوق لدعم تلك الصناعة. حضرتك قريت إزاي هذه التصريحات، وإيه هي أطر المستقبل بقى القريب اللي ممكن يحصل في مصر مع وجود هذا الصندوق ودعم هذه الصناعة؟ اللي احنا ممكن نشوفه في البداية، نتحدث عن عالم كله يبحث عن نظافة البيئة. بمعنى كوب 27 اللي هيعقد في مصر في نهاية نوفمبر 2022 بيتكلم على العمل على خفض معدلات الانبعاثات الكربونية في الجو، لان ده بيسبب كمية السموم اللي في الهواء دي بتسبب ان الانسان يبقى مرهق، ده رقم واحد. رقم اتنين، تتسبب في ان النباتات بيقل معدل النمو بتاعها. هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على استهلاك محروقات عالي جدا، ده بيصل في جمهورية مصر العربية استيراده الى 16 مليار دولار سنويا، وده بيرهق خزينة الدولة المصرية من العملة الصعبة. بنتكلم على انبعاثات كربونية سامة وهي الاعلى على مستوى العالم. بنتكلم على الشباب ومعدلات البطالة بين الشباب. دي كانت رؤية مصر 2030 كما وضعها فخامة رئيس الدولة، تبعتها المبادرة الأولى لرئيس الدولة بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية، تبعتها مبادرة تانية بتتكلم على إحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز. هنا بيتكلم الدكتور مصطفى مدبولي عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر برئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، وبمساعدة 2 من أكبر خبراء صناعة السيارات في مصر. وهنا اللي احنا بنأمل فيه ان هؤلاء الخبراء يكونوا فعلا خبراء مهندسين لديهم من الخبرات المتراكمة. الناس دي يكون well educated well trained، يعني عاشت هذا المجال، شافته، اشتغلت فيه سنوات طويلة وليس عملا أكاديميا. الناس اللي شافت المصانع، الناس اللي شافت الورش، الناس اللي تعاملت مع العميل بشكل مباشر، هي دي اللي هتقدر تفهم هذا المكان. أهم حاجة هنا في المجلس الأعلى ده، أهم حاجة فيه أنه بيحط البوليسي والبروسيدر، هو اللي بيحط السياسات، هو اللي بيعمل استراتيجيات تصنيع السيارات. ليه؟ لأن كان عندنا 2 وزراء قبل كده، عمرو نصار وطارق قبيل والوزيرة نيفين جامع، حتى الآن لم تصدر في مصر استراتيجية لتصنيع السيارات. كل دول عالم وكبريات كبريات شركات. ما كانش عندنا لسه البنيه التحتيه يا فندم، ما كانش لسه عندنا البنيه التحتيه. احنا دلوقتي عندنا الحمد لله محطات شحن كهربائي، بنوسع في محطات كمان الغاز الطبيعي، فاعتقد هيبقى في استبدال في الفتره القادمه، يعني واضح جدا ان شاء الله. يعني خطوه خطوه كده نشجع الناس، بس اهم حاجه يعني مين يتشجع ان هو يشتري دلوقتي سياره كهربائيه؟ اعتقد الناس دلوقتي بقت متشجعه. لازم نشجع الناس، بس بنقول حقائق. بمعنى حضرتك اتكلمت عن الغاز، عندنا 420 ألف عربية تم تحويلهم بداية من 1995. كل 1000 سيارة من دول يلزمها محطة للشحن بتاع الغاز. عندنا مثلا احنا 420 ألف، يعني المفروض يبقى عندنا 420 محطة، احنا كان عندنا 250 محطة، يعني عندنا قصور 170 محطة. عندنا خطة للدولة مع الوزيرة نيفين جامع بتغيير عدد
250 ألف سيارة اللي عمل بالغاز، 70 ألف سيارة في 21، 90 ألف سيارة في 22، 90 ألف سيارة في 2023. هنا يبقى عندنا مفروض أن بعد 3 يعني بنهاية 23 يكون عندنا ما يقرب 450 محطة غاز جديدة معمولة في الدولة. الدولة تعمل على قدم وساق، ولكن السرعة مطلوبة. ليه؟ لأن احنا طبعا عندنا قصور في المرحلة الأولى لعدم وجود سيارات لدى الوكلاء، لعدم لخفض إنتاج معدلات السيارات على مستوى العالم نتيجة لوجود فيروس كورونا المستجد، نتيجة لتناقص سلاسل الإمداد وعدم وجود الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات، نتيجة للحرب التي تدور رحاها على الأرض الأوكرانية ما بين روسيا وأوكرانيا. كل هذه العوامل تؤثر على إنتاج السيارات طبعاً. بالطبع بيعطل، فده بيأخر تسليم السيارات. المرحلة الأولى اللي خلصت في 2021 مفروض تكون اتسلمت 70 ألف سيارة، أعتقد وصلنا لحوالي 25 ألف سيارة حتى الآن نتيجة لانخفاض عدد السيارات المنتجة. السوق المصري هو بالطبع سوق ضعيف في إنتاج السيارات، عدد ما يتم بيعه في السوق المصري بيصل على في 5 سنوات مضت بيصل إلى 150 ألف سيارة في السنة، وده عدد ضئيل جدا بالنسبة لعدد السكان الذي يتراوح ما بين 100 إلى 105 مليون نسمة. نرجع تاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، فده هيضم الخبرات، لازم تكون الخبرات اللي فيه هي خبرات شافت المصانع، شافت الورش، تعرف تحط policy وprocedure، تعرف تحط قوانين واستراتيجيات لهذه الصناعة الهامة التي يعني يبحث عنها. أهم حاجة أنها تحل المشاكل، يعني هو أهم الأهم من كل ده أن لو بيبقى فيه مشكلة لا تتراكم يتم حلها في الحال، لأن المشاكل لما تتراكم خلاص يعني بيبقى حلها بيبقى فيه صعوبة شوية. هو الأول إيه المشاكل اللي حضرتك شايفاها؟ لما بنتكلم على حجم مبيعات ضعيف جدا، عشان نعلي حجم المبيعات ده هتشوفي رؤية رئيس الدولة هو بيتكلم على إنتاج سيارة كهربية بمكون محلي تصل قيمته في حدود 45%، ويطمح رئيس الجمهورية إلى زيادة هذا المكون المحلي إلى 75%. لما يزيد المكون المحلي في السيارة والمصنعات المغذية في الدولة ليبقى فيه مصانع كتيرة، ده هيفرق إيه مع العميل أو هيفرق إيه مع المواطن؟ أول حاجة يبقى عندك سيارة مصرية، صناعة مصرية، بمعنى ما في شركة في العالم بتعمل سيارة from A to Z. لا، في عندنا شركة بتعمل محرك، في شركة بتعمل موتور، في شركة بتعمل جير بوكس، في شركة بتعمل كمبيوتر، في شركة بتعمل السسبنشن أو العفشة بتاعت العربية، ونبدأ نكون كل هذه المكونات ونجمعها في عربية واحدة. لكن لما يكون عندي مكون 45% مصري، يعني عندي كل الفبرات، الاكسدامات، الإزاز، الصالونات، البتاع. احنا عندنا مهم جدا في السيارات الكهربية البطارية الكهربية، وهي التي تعادل 55% من ثمن السيارة. يبقى لما نحط هنا جديدة ونحط قوانين جديدة، لازم نقول ان احنا لما نيجي نجيب خط انتاج من الخارج لازم يكون خط الانتاج ده بيتبعه وجود خط انتاج للبطاريات الكهربية. ليه؟ عشان نبدأ ننقل النوهاو أو الحرفية أو التكنولوجيا بتاعت صناعة البطاريات إلى الدولة المصرية، دي حاجة. الحاجة التانية، لما نعمل البطاريات الكهربية لازم نتعلم كيفية دفن النفايات، لأن هذه البطاريات من الخطورة بمكان أنها تؤثر على الإنسان بشكل قوي جدا، فلازم نتعلم إزاي نصنعها وإزاي ندفنها لما تحصل فيها مشكلة. الحاجة التانية، لما نتكلم على مصانع لإنتاج السيارات الكهربية لدينا من المصانع الكثير، بداية من النصر السيارات، هذا المصنع الذي تم إغلاقه منذ 18 سنة وحتى الآن لا يعمل. لدينا المصانع الحربية، وتلاقي مصنع 3 تسعات و9 مصانع كتير موجودة. هذه المصانع لديها عمالة موجودة بالفعل، ولكن ليس لديها إنتاج. يبقى احنا هنا بنتكلم على الإنتاج، لازم يبقى فيه إنتاج. اتفاقيات نستغل هذه المصانع بقى، نبدأ نستغل هذه. في اتفاقيات تمت في الفترة الماضية على فكرة، من أسبوع تقريبا، استغلال هذه المصانع واستغلال هذه الموارد البشرية التي الخرج بتاعها والأوتكام بتاعها بيساوي زيرو. لازم نعلم الناس دي حاجة جديدة، نعلمهم حاجة اسمها التيم وورك كونسبت، مفهوم روح الفريق، ازاي نشتغل كلنا مع بعض المصريين فريق، ازاي نتعلم زي اليابانيين ما بيعلموا الناس اللي عندهم، يقولوا educate yourself educate your people، علم نفسك وعلم الآخرين اللي معاك. ليه؟ عشان نبدأ نعمل عربية مصرية كهربية. الدولة بتعمل شبكة قومية للطرق
8078 كيلو متر اسفلت جديد ورفع كفاءه القديم، قللت مسافات الرحلات في الدوله، قللت استهلاك المحروقات، قللت الانبعاثات الكربونيه، قللت التكدسات والازدحامات، قللت معدلات الحوادث في الدوله. هنا بنتكلم على السيارات الكهربائيه وازاي نوصل للسيارات اللي بنسميها السمارت كار اللي بتمشي في السمارت سيتي، يعني في سيارات بتمشي لوحديها من غير سائق وبتحاكي الانترنت وبتحاكي كل ما هو حديث في الدولة. هنا بنتكلم على شبكة، لازم يكون شبكة قومية ممتازة، هذه الشبكة عليها رادارات وعليها كاميرات يمكن التحكم في الطريق بها إلكترونيا دون وجود عامل بشري تماما. هنا بنتكلم على الكونتينيوس امبروفمنت، ده معناه ايه في اليابان؟ نحن بنشتغل على مكونين اثنين اساسيين، بنتكلم على الكواليتي الجودة، يعني خطوة بخطوة ان شاء الله، خطوة بخطوة. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ يا باشمهندس، انا من عدة سنوات كنت في احدى الدول الاوروبية الحقيقة وكتبت مقال عن السيارة الكهربائية لما شفتها هناك، كتبت السيارة التي لن تراها مصر، لكن الحقيقة اللي بنشوفه دلوقتي والله بيؤكد ان احنا عندنا رئيس جمهورية ما عندوش حاجة اسمها مستحيل، فالحقيقة احنا عندنا تفاؤل ان احنا يعني قريب جدا هنكون في حتة تانية ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. هنطلع بفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم ونتكلم عن التنمية الحضرية. مصر في الفترة القادمة مش عايزة أي حد مننا يشوف غير كل حاجة جميلة ومنظمة وراقية، إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. صندوق التنمية الحضرية بيواصل خطة تطوير عواصم المحافظات. الحقيقة خليني أقول لكم أن على مدى سنوات مضت وضعت الدولة على عاتقها التخلص من المناطق غير الآمنة، وبعد الوفاء بالوعد بدأت خطة جديدة في طمس التشوهات وكمان تحويلها لصور جمالية حتى لا ترى أعين المصريين إلا كل ما هو جميل ومتناسق. هذه المهام بيقوم بيها صندوق التنمية الحضرية زي ما قلت لحضراتكم من شوية. خلينا نرحب بالمهندس خالد صديق رئيس التنفيذي للصندوق اللي منورنا دلوقتي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. احنا بعد إذن حضرتك رصدنا في تقرير إيه اللي حصل يعني من جانب الصندوق في تطوير مدينة راس البر، وده طبعا في خطة لتطوير كل المحافظات. خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. شو نتابع؟ العمل هنا يجري على قدم وساق في مشروع تطوير عواصم المدن بمدينة راس البر الذي يتضمن موقعين، الأول على مساحة 60 فدانا ويتضمن 96 عمارة سكنية، والآخر على مساحة 72 فدانا يشمل 143 عمارة سكنية، إنجاز يأتي ضمن مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. هنا في المشروع في أكتر من 60 شركة بيعملوا هنا في المشروع. المشروع ده فتح مجالات عمل للمهندسين وعمالة وموردين وتجار دمياط كلهم، وكمان ضم حوالين دمياط كلهم العمالة بنجيبها من، لأن المشروع ضخم جدا فمحتاج إن احنا نجيب عمالة كمان من برا دمياط، وده فتح فرص وخلق فرص عمل كويسة جدا للناس. بنشرف على إنشاء عدد 239 عمارة وبتسع مباني خدمية بإجمالي وحدات 4780 وحدة سكنية، والمشروع هنا مشروع متكامل وزي ما حضراتكم شايفين الطابع المعماري واخد من مدينة رأس البر. والشقق هنا في مشروع تطوير مدينة رأس البر لها الكثير من المواصفات المختلفة التي تتناسب مع أكبر عدد من المواطنين. المشروع عندنا مكون من نموذجين العمارات، نموذج 130 متر مسطح مكون من أرضي وأربع أدوار وأسانسير. الدور الواحد الأربع شقق مساحة واحدة 130 مكونة من صالة وثلاث غرف وحمامين ومطبخ. بالنسبة للنموذج الثاني 130 و160 احنا عندنا برضو مكون من أرض وأربع أدوار في أسانسير. الدور الواحد مقسم لنموذجين شقتين، نموذج 160 متر مسطح وده مكون من صالة وثلاث غرف وثلاث حمامات ومطبخ، والنموذج 130 مكون من صالة وثلاث غرف وحمامين ومطبخ. 239 عمارة طبعا موجود لهم خدمات خاصة بيهم، في ثلاث مساجد في المشروع، في اثنين سوق تجاري، في ثلاثة سوق تجاري كمان، في اثنين وحدة صحية، وفي حضانة أطفال. فالمشروع يعتبر مشروع متكامل. متعودين ان المساحات المتوفره في المدينه ما بين 50 و60 متر، لكن المساحات المتوفره في المشروع بتصل ل 160 متر، ودي تعد طفره في مدينه راس البر كمدينه ساحليه. نحو 500 الف وحده سكنيه يتم تنفيذها حاليا بنسب انجاز متقدمه في عواصم المحافظات ضمن مشروع المبادره الرئاسيه
الذي يسهم في توفير مجتمع حضاري متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات. أهلا بكم من جديد. مرة أخرى برحب بضيفي داخل الاستوديو المهندس خالد صديق رئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. أهلا بك. أهلا بحضرتك. بعد ما شفنا التقرير ده أنا عايز أعرف إيه الخطة اللي بيتم وضعها من جانب الصندوق عشان تطوير كل المحافظات، ومين هو الجمهور المستهدف، وبنتابع إزاي رد الفعل؟ طبعا يمكن المشروع اللي أنت جبتوه دلوقتي ده مشروع بتنفذه إدارة المشروعات الكبرى في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يمكن عايزين نقول إحنا المشروعات بتاعتنا من ضمن نقط القوة بتاعتها منفذينها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. دايما بنقول ايه احنا مشروعاتنا دي مشروع بنفذها الهيئة الهندسية، اذا فده نقطة قوة من نقطة القوة اللي عشان السرعة. غير السرعة يعني كنت قبل كده قلت نقطة مهمة جدا واستوقفتني، قلت ان سيادة الرئيس قال لنا كان اما يبقى في 3 سنين لا يبقوا في سنة. فالحقيقة الناس دايما بتسأل ده بيتم ازاي؟ هل ده بيكون بكامل الجودة يعني ولا بيبقى فيه مشاكل؟ يمكن الكاميرا نقلت دلوقتي وشافت من جوه. احنا عايزين برضه نطمن الناس. عايز اقول لك حاجه، انا شخصيا لما كنت مع محافظ دمياط في المشروع ده كمان يمكن سالتها سؤال، في جوده زي اللي قدامك دلوقتي مثلا في كل دمياط؟ قالت لي لا. اذا فاحنا السرعه دي مع الجوده موجوده كمان. ليه بقى؟ يمكن عندنا الهيئه الهندسيه بتنفذ المشروعات بدل ما تبقى ورديه ورديتين او 3 ورديات بيسلموا بعض. الجوده نفسها، عدد الشركات زي ما سمعت دلوقتي رقم عدد الشركات بيزيد. كم شركه شغالين؟ سمعنا 65 شركه موجوده. ودي نقطه مهمه قوي يا فندم، ان الناس تبقى عارفه ان دور الجيش هو المتابعه مش الشغل، يعني هو بيسلم لشركات خاصه دي نقطة وبيشرف عليهم، فدي حاجه مهمه ان هو بيشغل يعني القطاعات الخاصه. المانجمنت للعمليه كلها، ازاي يجيب الشركات ويشغل الشركات. الموضوع مش موضوع ان يعني اللي هي هو بيشرف عشان كل الموضه اللي شغال يعني من ده هو بيشرف عشان بيخرج حاجه جوده عاليه جدا، بل بالعكس بيحافظ على المال. بيحافظ على المال بدل ما يروح في اتجاه خاطئ او نعمل حاجه غلط ونعملها من تاني ونصحح ونصحح اخطاء. لا، الموضوع كله منظومه متكامله من النجاح في مده قصيره جدا وجوده عاليه جدا. دي معادله صعبه جدا ما يحققهاش غير جهات معينه اللي هي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. فدي حاجه، لا دي حاجه لازم احنا كده جمله تعيها قوي جدا. احنا بنخلص بسرعه ازاي؟ بنزود الايد العامله، بنزود القطاع الخاص او بنزود الشركات اللي بتدخل هذا القطاع، فهم مستفيدين جدا والناس مستفيده انها بتستلم بسرعه. يمكن في التقرير يمكن احد الاخوه المهندسين قال كده، احنا عشان المشروع شغال بسرعه وشغال كده جبنا ايد عامله من بره المحافظه وجبنا مهندسين بره المحافظه. فاذا احنا حتى كمان المحافظه اللي ما فيهاش تكفي الايد العامله بنجيب من بره كمان، فبنشغل عماله. احنا قلنا 60 شركه كلهم جايين يشتغلوا من خلال الهيئه الهندسيه تحت مظله الصندوق، كلنا حاجه متكامله مع بعضنا. طيب ايه الجديد بقى؟ ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه؟ هنشوف طيب ايه؟ احنا يعني خلاص تنميه حضاريه ننسى يعني. بقى كلمه احنا صندوق تطوير عشوائيات وبقينا صندوق التنميه الحضاريه. لا يعني تنميه حضاريه يعني خلاص احنا بننمو للحضر، يعني بنشوف كل حاجه جميله متناسقه. احنا يعني الوليد الجديد للدوله، الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده ما ينفعش يبقى فيها كلمه عشوائيات وتطوير عشوائيات. اذا فاحنا سقف طموحاتنا من التنميه العمرانيه عالي. طيب لما سقف الطموحات يعلى، هل هيعلى تحت مظله صندوق تطوير المناطق العشوائيه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان مهامه محدوده، اسمه محدود. لكن لما يبقى مسمى التنميه الحضريه، واحنا درسناها الكلام ده، الموضوع مش جه صدفه او فجاه، ده احنا من 2017 بندرس احنا عايزين نبقى ايه. يعني في 2017 طيب ماذا بعد كلمه تطوير العشوائيات او تطوير العشوائيات؟ قعدنا ندرس وجبنا استشاريين واتفاقيه مع اليو ان هابيتات ازاي ان احنا نقول نشرح العمران في مصر. العمران في مصر ده محتاج ايه؟ يبقى محتاج ايه وهيعمل مين وهيعمل ايه؟ فقعدنا نحط نقط كده كتير، نقول دي مهام الجهه الجديده اللي هتبقى جايه من صندوق تطوير العشوائيات. طب الجهه دي مهمها ايه؟ 1 2 3 4. طب هتشتغل في ايه؟ ايه التحديات؟ ايه الفرص؟ فلقينا ان احنا عايزين، هل صندوق تنميه عمرانيه؟ صندوق تطوير حضري؟ لقينا كلمه التنميه الحضريه اشمل وجواها كمان، عشان الناس بس بتقول انت خلاص هتنسوا التطوير الحضري والعشوائيات والتنميه للحاجات العشوائيات. لا، ده احدى الافرع اللي تحت مظله صندوق التنميه الحضريه. فطلع من التنميه الحضريه ايه؟ مبادره تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، طلع منها حدائق الفسطاط، طلع منها القاهره التاريخيه، طلع منها مشروعات زي جواره الفسطاط، مشروعات كتير جدا جدا هتشتغل تحت مظله التنميه الحضريه. اللي كنا الاول بنقول احنا بنتكلم في 40 مليار جنيه اللي هي تطوير العشوائيات. لا، احنا النهارده المهام اللي في ايدينا
ميزانيه الصندوق. ما خلاص احنا بقينا جهه اقتصاديه، احنا بقينا صندوق هيئه اقتصاديه، هيئه اقتصاديه عامه، فاذا كنا الاول هيئه خدميه دلوقتي بقينا هيئه اقتصاديه عامه، لازم نشتغل ونحقق ارباح نصرف بيها على ايوه. يعني ميزانيتكم بتيجي منين؟ هتيجي مننا بعد كده، يعني في الدوله هتساهم في بعض المشروعات والباقي كله لازم يجي من عندنا احنا. احنا دلوقتي يمكن المرحله الاولانيه اللي هي من العواصم والمحافظات الخطه العاجله ب 120 مليار جنيه، فاحنا هنشتغل فيها ونحاول هناخد من الدوله وهنرد للدولة تاني الفلوس دي ونكون محققين أرباح والأرباح دي نصرف بيها على التحديات بقى، دي الفرص بنصرف بقى على التحديات. يعني إيه فرص؟ يعني مناطق فاضية جوه المحافظات جوه المدن، الامتداد العمراني على أطراف المدن وأطراف المراكز، كل دي بتحول لعشوائيات. ما أنا بقاوم العشوائيات إن أنا إزاي أعمل تنمية عمرانية وحضرية في الأماكن اللي هي مهملة وكانت بتحول لبقع العشوائية. هنا أنا بحاول أقضي على شوية قبل ما تظهر أصلاً وأخلق منها فرص نصرف بيها على التحديات اللي إحنا درسناها قبل كده. هل دي لكم أماكن معينة في المحافظات ولا ممكن تختاركوا كل الأماكن؟ يعني بعض الناس بتقول يعني إحنا عندنا مثلاً في اسكندرية، عشان اسكندرانية يعني ممكن لا قدر الله عمارة تقع، لأن عمارة قديمة بقى وقايلة للسقوط تتحول، معلش أنا أسفة، المكان نفسه لبقرة بقى لجامع القمامة فده عشوائي برضو. وبعدين الناس تقول يا جماعة ما حدش بيتدخل ليه؟ يعني التصرفات دي بقى تتعامل ازاي؟ يا كمام صندوق المباني قال السقوط مش تبع الصندوق، احنا بنشتغل على مناطق لازم ناخد زون، لازم يعني اقل حاجه اشتغل عليها اقول خمسه فدان عشان اقدر اعمل مشروع عليها، لكن المباني اي للسقوط بتبقى تبع المحافظات فدي لازم تشتغل عليها. لكن احنا ممكن نوصل لمرحله من المراحل ان انا بعض الاماكن القطع الصغيره مثلا، بس طبعا ما تقلش عن 2-3 فدان عشان اقدر اعمل عليها مشروع والمشروع ده يبقى انا بغششكم في مناطق قديمه. لا عندنا ده اسكندريه حجم المشروعات المعموله فيها قويه جدا، يمكن الهاله الانسيه القوه المسلحه الجديده كلها موجوده هناك حلوة يعني جداً. ودي في مناطق هتستقطب قديمة. هتستقطب من الاماكن دي الناس اللي فيها، زي دلوقتي ما كنا بنعمل المشروع بتاع بشار الخير، استقطب انهي مناطق عشان تفضل وبعد كده تعمل مشروعات تانية داخلين برضو الهيئه داخله في حته تانية برضو تعملها، فالهيئه بتقوم بمهامها في اسكندريه مش احنا داخلين معاهم فيها كمان، ده هم اللي بيخططوها هم اللي بيرسموا بالذات اسكندريه، فدي من ضمن الحاجات اللي هم اسكندريه بضرب مثال يعني بما ان انا شفت لا ده اسكندريه بالنسبه ضربت مثال في هنا لا بشار الخير انا ما تصورتش لما رحت وشفت الصراحه لا يعني المشروع قوي جدا ده المرحله الخامسه كمان لسه ان شاء الله ب 15600 وحده دي لسه قريبا جدا ان شاء الله ده مشروع مش صغير. ايه الخطه بقى اللي بتحطوها؟ يعني مثلا ايه بتعملوا في يعني عايزين برضو نوضح كلمه التنميه المستدامه، يعني لما اجي اعمل جراج ما بعملش مثلا لخمس ست عربيات اللي هم موجودين دلوقتي، انا بعمل لا للجيل الجاي والجيل اللي بعده، دي التنميه المستدامه بحيث ان اللي يخلف واللي بعده يخلف يبقى مثلا عندك 15 مكان، لا يبقى عندك برده 15 مكان للعربيات، هي دي التنميه المستدامه باختصار. احنا بنعمل ايه بقى تنميه مستدامه؟ احنا مثلا يعني هديكي مثال، مثلا احنا لسه عاملين مشروع مثلا الخياله في مصر القديمه، مشروع الخياله ده هو 2500 وحده بس احنا عاملين مسجد كبير وكنيسه كبيره ومكتب بريد على 1000 متر ثلاث ادوار ونقطه شرطه ونقطه اسعاف ونقطه مطافي، هل معمولين علشان ال 2500 اسره دول؟ لا، احنا لما درسنا شرحنا الحته دي، ينقصهم نقطه اسعاف، ينقصهم بريد، ينقصهم نقطه شرطه، ينقصهم مركز طبي، مدرسه، كنيسه، مسجد، لان المنطقه منطقه عزبه خير الله مفتقره الى ذلك. فلما جينا عملنا الحاجات دي كلها مش عملناها ان هي حاجه كبيره قوي على الناس العاديه، لا ده عشان المنطقه كلها وعشان استيعاب الخدمات لمستقبلي. لما جينا نعمل مثلا فرن طاقه مليون الى ربع رغيف وهيوصل لمليون رغيف، سكان الاسمرات هم 100,000 نسمه مثلا، هياكلوا مليون رغيف في اليوم؟ لا، اذا فنشوف احتياجات المنطقه اللي قبلها. لما جينا نبني مثلا مشروع مثلا في جنوب سيناء وفي البحر الاحمر، لقينا ان الاهالي والاسر لما بيجي يجوز ابنه يا يمنى يبني امتداد افقي او راسي، فبتبقى عباره عن عشوائيات. طيب لما درسنا كده قلنا لا ده هنبني له بيت بدوي يتحمل ثلاث ادوار عشان لما يجي يجوز ابنه الرخصه موجوده في المركز المدينه والتصميمات وكل حاجه موجوده، مجرد بس ان هيعلى صح وهيرتفع راسي صح علشان ما يعملش حاجه غلط. احنا بنبص ازاي ان انا مش هسمح لك تعمل حاجه غلط بس مش بالقوه، لا بالدراسات، ازاي احنا بنعمل دراسات مستفيضه علشان بكره ما نقولش يا ريتنا كنا عملنا كده امبارح. برضو في مشروعاتنا اللي احنا بنعملها كده، هل انا هعمل كل المشروعات؟ مثلا في مشروع ممكن اعمله سكني كله، المنطقه دي محتاجه سكني،
مشروع محتاج ان انا ازود فيه عدد الخدمي، زي ما قلنا دلوقتي ان في هنا ثلاث مساجد كبار. ثلاث مساجد كبار هنا استيعابهم اكبر بكتير من الحالي. الطاقه الحاليه للعمارات، لا ده في منطقه امتداد لراس البر، اذا فالمنطقه دي لما تيجي بعد كده يبنوا، الناس هتبني عشان تاخد مثلا كل واحد هيبني يشتري قطعه ارض او حاجه من المدينه هناك، مش هيبني مسجد، لا احنا هنستوعب الامتداد العمراني للمكان ده كله في خدماتنا اللي احنا بنقدمها. لما بنعمل طرق هناك عشان نعملها، انا مش بعمل طريق عشان بخش على المشروع بتاعي فقط، او الدوله او الهيئه الهندسيه بتعمل فعلا طريق دلوقتي بتنفذه من ضمن المحاور الرئيسيه في الدوله، مش عشان المشروع ده بس، لا ده عشان المنطقه كلها لما يبقى فيه امتداد عمراني يبقى فيه حاجه مدروسه كلها صح. تمام، يعني الخطه بتبقى طويله المدى وقصيره. احنا دارسين 2030، احنا كل حاجه موجوده 2030. من ضمن التطوير اللي بيحصل في الفتره الحاليه القاهره التاريخيه، الحقيقه حضرتك مهتم جدا بهذه الناحيه، ايه اللي هيحصل فيها وايه اللي هنشوفه وامتى؟ في توقيت زمني معمول علشان على الاقل نشوف مبادئ لهذه التخطيط الجديد؟ هو كويس السؤال ده عشان نفهم الناس، لان احنا اول ما دخلنا في القاهره التاريخيه قالوا ده هيزيلوا كل القاهره التاريخيه وهيبنوا جديد زي ما سبيرو. ما دي من ضمن المشاكل اللي بتقابلكم، الاشاعات. الاشاعات. فاحنا قعدنا نفهم الناس، لا احنا جايين نرسخ الوضع القائم، لان دي هي مسجله في التراث العالمي في اليونسكو على هذا الوضع بحواريها بزقتها حتى بالناس الموجوده بالحرف الموجوده هناك. فاحنا جايين ازاي؟ فعندنا طرق كتيره عشان نقدر نوصل لده. عندنا مثلا في مباني اثريه، المباني دي مسجله، يبقى اذا هنشوف اللي يحتاج منها الترميم يترمم تحت مظلة وزارة الآثار وتحت إشرافهم. طيب مباني أثرية مش مسجلة، إحنا هنرممها برضو تحت مظلة وزارة الآثار. مباني تراث عمراني، المباني دي تراثها إن هي إسلامية يبقى وبس إدمت، هنجددها. طب مباني بقى اللي هي المباني المودرن، دي الجريمة بقى، حاجة معمولة حديثا شكل حديث مودرن في وسط التاريخ ده، بنحولها للشكل الإسلامي. طيب ايه تاني؟ في خرابات، بيوت مهدومه زي ما ذكرت كده دلوقتي، بنشيل الانقاض ونبني تاني حاجه بشكل اسلامي. في بيوت عايزه تترمم، بنرممها او بنكسها عشان نقدر يعني نرممها انشائيا وعمرانيا. بس ده بيحتاج لتالي مصمم من نوع خاص يعني. طبعا احنا بنجيب استشاريين متخصصين في العمران الاسلامي او في التاريخ عامه، دول مستشاريين متخصصين في الموضوع ده، خبراء في هذا المجال. ازاي ان احنا عشان نرجع مثلا وكاله نفيسه البيضة، وكاله الشربجي، وكاله اودا باشا، الوكالات الاسماء يعني، كان الاسماء دي كتير جدا. ازاي ارجع لاصلها؟ بنقرا كتب التاريخ كان شكلها ايه، ونشوف المؤرخين، نشوف المستشرقين والناس اللي كانت بترسم لوحات للكلام ده قديما. لجنه بقى، احنا الاستشاري بيقوم بالكلام ده كله، واحنا بنقعد معاه بنشوف شكل الوكاله كان ايه. قصر المسافر خانه اللي اتحرق في الثمانينات، وكان القصر ده عباره عن وكاله من تحت، عباره عن فندق الناس التجار بيباتوا فيه، اتدمر طبعا عن بكره ابيه. بيجيب الصور ونجيب المؤرخين كتبوا ايه، وصور الموضوع ده قبل ما يتهد كان شكله ايه، او لو كان حاجه من القرن ال 18 او 19 مرسوم لها لوحات بنجيبها، او حتى نقرا قصه ان كان السلطان فلان ماشي في الحاره الفلانيه، والحاره دي وصلت للشارع الفلاني، وكان هنا في وكاله كذا او في قصر مش عارف مين، عشان نقدر نشوف التسلسل التاريخي ده المكتوب، حقيقه البنايه هنا كان شكلها ايه. كل ده بنشوف، او مقعد رضوان بيك، او المحمل كان بيطلع ازاي. من هتاخد وقت يعني يا فندم الموضوع ده؟ ما ده بياخد وقت، لان الترميم عشان الاثر كمان ينبغي ان يكون الاثر بيتفك طوبه طوبه، بتترقى وبترجع تاني طوبه طوبه. والموضوع ده بيبقى مش سهل. لكن المشروعات اللي بننفذها هناك تجديد واجهات الحاجات دي، يعني احنا فاضل لنا دقيقه، ففي عجاله سريعه تقول لنا تغششنا حاجه من اللي جاي؟ احنا يعني يمكن ان شاء الله في كمان في نهايه السنه دي هيكون في مرحله اولانيه من ال 108,000 وحده في الخطه العاجله في عواصم محافظات، ان شاء الله خلصانه في شهر 6 الجاي بقيه المرحله. بعد كده هنبقى في اوفرلاب ما بينها وبين ال 500,000 وحده اللي هي مبادره عواصم محافظات. عندنا هنبدا ان شاء الله، وبدانا في مشروع جوهره الفسطاط، خلاص بدانا وشغلنا فيه. عندنا في حدائق الفسطاط دي شغاله فيها جهاز التعمير في وزاره الاسكان، مشروع ب 6 مليار جنيه، حاجه على مستوى عالمي جدا جدا، ومجيب لها شركات لاداره هذا المشروع. يمكن احنا عندنا خطط
هتصل ل 900 مليار جنيه لغايه 2030 غير المخطط بقى طبعا شغالين فيه الاسواق عشوائيه شغالين فيها برضو عندنا لغايه رؤيه 2030 يعني كما تم يعني وصفه ان هو كل عيون المصريين مش هتشوف الا كل ما هو جميل ومتناسق صوره النهارده وصوره في 2030 ونقارن مع بعض ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا المهندس خالد صديق رئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه. نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا. بكرة إن شاء الله هنجيب على سؤال مهم جدا كل الناس اللي سألت إزاي ممكن نحصل على أراضي لإنشاء مصنع جديد، زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي مؤخرا إن تم طبعا كل هذه المهام هتكون مع صندوق التنمية الصناعية وان شاء الله او جهاز التنميه الصناعيه. وبكره ان شاء الله رئيس هذا الجهاز اللواء محمد الظلاط هيكون معانا على الهواء مباشره، وهنتكلم ازاي تحصل على ارض في ظل التسهيلات الاخيره اللي الدوله وضعتها على عاتقها سواء كانت بالتمليك او بالمنفعه العامه او يعني حق المنفعه. المهم ان هو كل المستثمرين ورجال الاعمال اللي كان عندهم مشاكل مع هذه القضيه اللي هي ازاي احصل على ارض علشان يتم بناء مصنع، بكره ان شاء الله هنجيب على كل هذه التساؤلات. القاكم ان شاء الله في صدى جديد مع رانيا هاشم غدا ان شاء الله.